الم تصبك الامراض لا ولا يوجد قمل في حجرتي وكيف ذلك اه ان موسى لم يصب عليك سحره الى متى ستظل تقول موسى ساحر الى متى ستلفق له التهم حتى يتركنا لحالنا ان لم تترك العبيد لموسى فسيقضي عليك القمل انت ودولتك لن يقدر علينا قمل موسى وستكون لي الغلبه وسترين موسى وهو يجث امامي على ركبتيه ويطلب مني الصفح والمغفره على ما يفعله بنا تباً لموسى، إنه يسخر كل شيء ضدنا. وكالعادة، اجتمع فرعون مع رجال دولته ليحلوا أمر هذا القُمَّل، ولكن لا حلَّ للقُمَّل إلا الذهاب لموسى. وذهب الرجل الذي واعد موسى قبل ذلك مع بعض رجال الدولة إلى موسى. موسى! موسى يا موسى موسى ارجوك ادع ربك ليخفف عنا هذا العذاب نحن لم ناخذ العهد هذه المره ان فرعون كان سيتركهم لك ولكن جاء القمل وامتص دماءنا واضعفنا فأرجع فرعون امر العبيد حتى نسترد صحتنا اليس كذلك ايها الرجلان بلى يا موسى ادعو ربك ليزيح القمة عنا وعندما تعود لنا الصحة انظر ماذا سيفعل فرعون مع العبيد وصدقهم موسى الطيب ودع الله أن يزيح العذاب عن آل فرعون واستجاب الله لدعوة موسى وأزاح العذاب عنهم واسترد فرعون ورجال دولته عافيتهم وشفوا من الامراض الجلديه وعادت ايام الرخاء عليهم مره اخرى وعاد جنود فرعون الى اذلال العبيد من بني اسرائيل ونسوا ما حدث لهم أهلا بكما تفضلا تفضلا. وطلب موسى وهارون من الرجل أن ينفذ الوعد: انتظرا قليلا إن جلودنا ما زالت ملتهبة ولا نقدر الآن على شيء. انتظرا حتى يكتمل شفاؤنا وبعدها نرسل معكم العبيد. وانتظر موسى حتى يشفى المصريون تماما. وصدق أنهم لم يشفوا تماما، وذهب إلى العبيد كي يأمرهم بالصبر والسلوان. إنهم لا ينوون تركنا، لقد تم شفاؤهم تماما، وعادت صحتهم إلى سابق عهدها. سيظلون يماطلونك ويماطلونك حتى تستسلم لهم واني لا اشك انك ستستسلم يا موسى في النهايه لن نامن شر موسى انه دائما ياتي الي ويطلب أن نترك له العبيد. وماذا تقول له؟ مثل كل مرة أماطل وأماطل. حسن ماطل حتى يصيبه اليأس. ولكنه عندما ييأس يرسل علينا آيات العذاب. لن يستطيع أن يرسل علينا شيئاً آخر. انني اتركه يخرج كل ما عنده حتى يضعف هو اراد محاربتي فليتحمل ما يحدث له ومكث العبيد في العذاب وكانوا يشكون لموسى وطلبوا منه ان يذهب الى فرعون وملئه حتى ينفذوا الوعد الذي نكثوه للمره الثالثه وذهب موسى وهارون إلى فرعون بعد أن ماطله رجال فرعون أكثر من مرة: «وماذا تبقى في جعبتك أيها الساحر هذه المرة؟ أستخرج لنا الأموات لكي يحاربونا؟ أم ستحجب ضوء الشمس عنا؟ <applause> لم يعد في جعبتك شيء، ونحن... عادت لنا صحتنا وقوتنا ونستطيع الصمود امامك، هيخرج لترينا ما ستاتينا به هذه المرة. وخرج موسى غضبان اسفا مما فعله معه فرعون. وبعدما سخر منه واعلمه انه لن يترك له العبيد ودعا موسى ربه ان ينزل العذاب على قوم فرعون واستجاب له ربه وانزل العذاب للمره الرابعه على قوم فرعون وهذه المره انزل عليهم عذابا جديدا بشكل جديد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واستقبلت مصر الايات التي تلت ايه القمل وانزل الله عليهم جنوده من الضفادع واحالت حياتهم جحيما في صحه الهكم فرعون هازم موسى ها هي ذي الايام قد مرت ولم يات موسى بشيء في صحه الهنا فرعون في صحه الهنا فرعون أف على هذه الضفادع ذات الصوت العالي القوي إنني لا أنام منذ ثلاثة أيام من صوتها إنها تنقنق ليل نهار ولا تنتهي وكلما قتلنا واحدة تخرج لنا اثنتان من باطن الأرض افعل شيئا يا فرعون افعل شيئا أكاد أجن من صوت نقيق الضفادع سافعل وساتخلص منها الى الابد اريد ان انام لم انم منذ اسبوع لا استطيع النوم من صوت هذه الضفادع انها تخترق طبلة اذني كلما نمت توقظني فزعا اه كفى انني لم اعد استطيع التحمل اكثر من هذا سيجن جنوني ان لم انم 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 واجتمع فرعون ورجال دولته واتهموا موسى بانه السبب في هذا السحر ولم يكن هناك حل الا نفس الحل الذي قالوه له قبل ذلك موسى، إنك قاسي القلب علينا. لقد عاملناك وأنت في قصر فرعون على أنك أمير وابن لفرعون بالتبني. وكنا نحسن استقبالك في بيوتنا. نحن لا نستطيع أن نتحمل هذا الأمر أكثر من ذلك. إن قلوبنا أصبحت تفزع من صوت الضفادع. هذا بجانب تدخلها في طعامنا. وافساده علينا ادع ربك واقسم لك هذه المره قسما لا يرد ان نؤمن بك ونرسل معك العبيد ارجوك يا موسى ادع ربك ليصيح عنا هذا العذاب وصدقهم موسى ودعا ربه ان يزيح العذاب وازاح الله العذاب عن ال فرعون وضلَّ فرعون قومه وما هدى. ورأى موسى أن العبيد ما يزالون يعاملون بقسوة وبلا رحمة. ولم يف رجال فرعون بوعدهم، ولا يزال العبيد يعانون من شدة العمل، وقسوة الجنود الذين يضربونهم بالسياط. وماطل الرجال موسى وعددوا الاسباب وواعدوه مره وثانيه وثالثه وكان موسى ينتظر ولا يتسرع وتمر الايام والحال كما هو ها هو سحر موسى قد زال عن مصر وعدنا كما كنا ان الذي فعله موسى بنا جعلنا اقوياء على البلاء والشده لماذا لا تقتل موسى وتريحنا جميعا يا فرعون اقتله اقتله حتى نهدا وقال الله في كتابه الحكيم ولتصنع على عيني صدق الله العظيم ولن يستطيع فرعون هو وجيشه ان يقتلوا موسى لان الله يحميه ولكنهم لا يعلمون لم يات موعد قتله بعد ولكنني ساقتله ان اجلا او عاجلا اجلسي كي تكملي طعامك لقد شبعت انني لا اصدق ما كان يحدث لنا من موسى اتعلم اني افكر كثيرا في امر هذا الرجل وانا كذلك هل هو نبي حقا من عند الله اني اعتقد انه نبي هل ترى ماذا يفعل ينزل ربه ايات العذاب علينا ولا يستطيع فرعون وجيشه جميعا ان يفعلوا شيئا امامها الى ان يذهبوا لموسى ويحاولون استرضاءه ويعدوه انهم اذا رفع عنهم العذاب فسيؤمنون به ويتركون له العبيد ويدعو ويرفع ربه البلاء ثم يماطلونه ثانية إلى أن يغضب مرة أخرى وتنزل آية أخرى. ولا يرفع البلاء إلا بالرجوع إليه مرة أخرى. وهل هذا سحر؟ لم أرى سحرا بهذا الشكل من قبل. إنني أشعر بالخوف من الأيام القادمة. لماذا؟ أخاف أن ينزل علينا بشيء آخر. وهل سنتحمل آية أخرى من آياته؟ سيدي ان موسى وهارون يقفان على الباب ويريدان مقابلتك قولي لهما اني لست هنا الن يتركنا موسى في حالنا شش. لن يتركنا حتى ننفذ ما وعدناه به وعلم موسى ان فرعون ورجاله لن ينفذوا ما وعدوه به وغضب موسى وهارون وانزل الله ايه عذاب اقوى واشد من كل الايات التي قبلها